النهارده يمكن عندنا اخبار مش كتير بس مهمه. طبعا انتوا عارفين الميركاتو شغال والصفقات ومين جه ومين راح ومين كده، لكن اهم يعني ما في الميركاتو هم حاجتين، هتلاقي في الزمالك بن شرقي وتلاقي في الاهلي بن رمضان، هم دول حديث الجماهير. بن رمضان او محمد علي بن رمضان في النادي الاهلي، تبص تلاقي بالليل الصفقة تقترب، خلاص على وشك هنمضي، يعني تاتش صغير وهتخلص. تصحى الصبح الصفقة تبتعد، هناك مش عارف اختلافات وهناك طبعا بقالنا أكتر من أسبوعين في القصة دي، ووالد اللاعب مش عارف إيه وعنده مشاكل وما بيرضاش يعمل مداخلات، وكان هيعمل مداخلة وما عملش، وعندهم مشاكل مع جماهير الترجي والكلام ده كله، وكل واحد ما تسمعش الكلام، الصفقة بتقترب. طب تقترب هي فين؟ هل الأهلي عايز بن رمضان فعلا دلوقتي؟ هل الأهلي فعلا جاد جدا بنسبة 100% في الحصول على خدمات بن رمضان؟ هو ده السؤال. أنا وجهة نظري لو الأهلي عايز بن رمضان هيخلصوا دلوقتي قبل بكرة، أو لو الأهلي بالنسبة له الصفقة أولوية. خلي بالك ممكن الأهلي يكون القصة كلها بن رمضان بن رمضان بن رمضان، والأهلي بيلعب في ملعب تاني وعملها قبل كده كتير، ممكن يكون الأهلي بيلعب في ملعب تاني بيخلص فيه، ده وارد واتعملت قبل كده كتير. وممكن يكون فعلا الصفقة بقى متعسرة، النادي بدأ يطلب فلوس، بدأ يزود برضه، وفي نادي سعودي دخل فيقول لك استفيد أكبر استفادة ممكنة، برضه ده وارد. لكن موضوع بالليل الصفقة تقترب والصبح الصفقة تبتعد، ده مش داخل دماغي، يعني مش عارف أهضمه بصراحة. لكن خلونا برضو نشوف، يعني احنا قاعدين وعندي تفاصيل تاني في موضوع بن رمضان النهاردة في فقرة الأخبار اللي بنعمل عليها سبوت دي. النهاردة عندي برضو تفاصيل بخصوص بن رمضان، لكن أنا بقول لكم وارد إن الأهلي يكون يعني موضوع بن رمضان شغال والأهلي بيلعب في ملعب تاني، دي وارد جدا، ودي أنا شخصيا لا أستبعد على الأهلي، الأهلي عمل قبل كده كتير. هروح لبن شرقي، ما انت برضو الناحية التانية فيها نفس القصة، بن شرقي وينزل فلوسه شوية، طب تقترب طب بتبتعد و و و لا ده حصل توافق والدنيا قربت، بس الراجل عايز مقدم. وصلنا بقى لمرحلة ان احنا منتظرين ان الزمالك يجهز المقدم عشان بن شرقي يجي يعمل كشف طبي ويلعب في الزمالك، احنا وصلنا للمرحلة دي دلوقتي، مفاوضات تمام والدنيا ماشية زي الفل، بس الزمالك بيدبر المقدم. الراجل عايز مقدم، وبعدين بيني وبينكم بن شرقي ياخد مقدم محترم، في نفس الوقت الإدارة بتحسبها حسابات تانية برضو، حسابات لعيبة ما خدتش بقية فلوسها، عايزين نرفع إيقاف القيد، عايزين نجدد لزيزو، عايزين نجدد لعواد، عايزين نجدد لأوباما، عايزين نعمل صفقات جديدة. بعض الناس بتقول لي انت دايما في الزمالك كده بتسودها، ما بسودش، هي دي الحقيقه والله، هي دي الحقيقه، وهو ده اللي كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته شغالين عليه. ما لازم نتكلم في الواقع، في الواقع ده الواقع اللي فيه الزمالك، عنده تجديد اوباما وعنده تجديد عواد وعنده عايز يجيب بن شرقي وعايز يجدد لزيزو وعايز يدي اللعيبه فلوسها القديمه وعايز يرفع ايقاف القيد. اقعد اجمع كل دول بقى وشوف كام مليون مطلوب من نادي الزمالك. فالقصة بالنسبة لبن شرقي وصلنا لنقطة تقارب كبيرة جدا، ولكن حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها زمالك خلاص الكرة بقت في ملعب الزمالك تقريبا، بقى جهز المقدم بتاعك، بن شرقي يبقى موجود في الزمالك. أروح لزيزو، لا أحد يختلف على نجومية وعلى مهارة وعلى إمكانيات زيزو، لعيب كبير بمعنى الكلمة، ما حدش يختلف على القصة دي. سيبكم الكلام بقى بتاع اصل مش عارف يروح فين عشان يبقى كوبري للاهلي ومش عارف، ده كلام ما ينفعش انه يتقال، او ما ينفعش ان احنا نسمعه، او ما ينفعش ان احنا نتعمق في كلام ما ينفعش. زيزو زملكاوي، زيزو هيكمل في الزمالك يا اما هيخرج بره، زيزو عايز يفضل في الزمالك، زيزو عايز يفضل في الزمالك مش عايز يخرج، خاصه برضه وباكد على حضرتك في دي، مهما كانت الاغراءات زيزو مش عايز يلعب درجه ثانيه، دي في أولوياته. نادي صاعد واعد وبقوة
ومدعوم ونادي هيبقى حاجة كبيرة جدا، بس هو في نفس الوقت السنة دي هيلعب في الدرجة التانية، فزيزو مش عايز دي، مش عايز يلعب في الدرجة التانية. فيها فلوس كتير، هيبقى فيها فلوس كتير، لكن أنا بقول لحضرتك زيزو عايز يلعب في الزمالك، عايز يكمل في الزمالك. كان في جلسة امبارح زيزو ووالده مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، دكتور حسام المندوه وبعض الأعضاء في منزل الكابتن أحمد سليمان، قعدوا مع بعض واتكلموا، وزيزو زعلان. هتقولي زعلان من ايه ومحدش عمل حاجة لزيزو؟ لا، زيزو زعلان ان في اشاعات بتقول وبيتم ترويجها ان زيزو مصر على الرحيل من الزمالك. زيزو ما مش مصر على الرحيل من الزمالك، وطلب من إدارة الزمالك 100 مليون جنيه، أو اشترط كمان، مش طلب ده، اشترط 100 مليون جنيه عشان يجدد. زيزو زعلان من الكلام ده، وإن محدش رد على الكلام ده.